أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستكمل حتما الشريط الأمني الذي تنشئه على حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومترا. وقال أردوغان خلال مشاركته في حفل افتتاح مشاريع تنموية بولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، قال إن الهجمات التي تتعرض لها تركيا لن تثنيها عن تحقيق هذا الهدف. في الأثناء استأنفت القوات الأمريكية السبت دورياتها المشتركة شمالي سوريا مع ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية. من ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، يجدد الرئيس رجب طيب أردوغان عزم بلاده إكمال الشريط الأمني الذي تنشئه على طول حدودها مع سوريا بعمق 30 كيلومترا. يقول أردوغان إن هذا المخطط سيمضي إلى نهايته. حتما سنكمل الشريط الأمني على طول حدودنا الجنوبية، والهجمات التي نتعرض لها لن تثنينا عن تحقيق أهدافنا. تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي الذي ترعاه جهات خارج الحدود يستهدف تركيا في كل فرصة ويقتل مواطنيها دون تمييز بين الأطفال والنساء. تصريحات تأتي امتدادا للتهديدات التي أطلقها وزير الدفاع التركي خلوسي أكار بشن عملية عسكرية برية في شمال سوريا في الزمان والمكان المناسبين. هذا ما استدعى استئناف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دورياته في مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعلى رأسها مواقع المقاتلين الأكراد بعد تقليصها إثر الضربات الجوية التركية على المنطقة. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه قوات قسد تقليص مشاركتها في تلك الدوريات والتفرغ للتهديدات التركية وحماية مناطقها. فمنذ شن تركيا ضرباتها الجوية ثم تهديدها بهجوم بري، حثت قوات سوريا الديمقراطية حليفتها واشنطن على اتخاذ موقف أكثر حزما لمنع أنقرة من تنفيذ تهديداتها. ما حدا بمنسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى التحذير من عرقلة جهود محاربة تنظيم الدولة في شمال سوريا. في ظل هذه التطورات تذكر أنقرة واشنطن بمطلبها القديم الجديد، وهو الوفاء بالتزاماتها بموجب التفاهمات المتعلقة بشمال سوريا، بينما تتواصل المفاوضات بين روسيا وقوات سوريا الديمقراطية من أجل التخلي عن بعض مناطق سيطرتها وإحلال قوات من النظام السوري محلها، سعيا لإقناع تركيا بالتراجع عن خيار العمل العسكري. تحولات المشهد في شمال سوريا تنبئ لحظاتها المقبلة بتصعيد جديد في ظل الإصرار التركي على إرساء قواعد جديدة عنوانها المنطقة الأمنية العازلة، وهو ما ترفضه التنظيمات الكردية المسلحة وتهدد بتصعيد المقابلين من جانبها. وينضم إلي من إسطنبول مراسلنا مراد البطوش، ومن إدلب إبراهيم تريسي مراسلنا هناك. أبدأ معك إبراهيم، آخر التطورات الميدانية في ظل قصف تركي لمناطق مختلفة من الشريط الحدودي وعودة أيضا الدوريات المشتركة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، التفاصيل لديك؟ نعم زاهر، اليوم هو اليوم 13 للعملية التركية على مخلب السيف، واليوم الخامس من المهلة التركية لقوات سوريا الديمقراطية من أجل الانسحاب إلى عمق 32 كيلومترا في الأراضي السورية. هذا اليوم شهد وتيرة قصف متوسطة نسبيا بالنسبة للأيام السابقة، قصف مدفعي استهدف طول الشريط الحدودي بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية في مناطق شرقي الفرات. استهدفت عشرات المواقع لقوات سوريا الديمقراطية المدفعية التركية، كما قامت المسيرات التركية باستهداف قرى بالقرب من مطار منق العسكري. أيضا هنالك استهدافات في ريف الحسكة، قامت المسيرات التركية أيضا باستهداف مناطق في ريف الحسكة هنالك لنقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية. الجدير بالذكر زاهر أن هنالك قوات إعادة انتشار لقوات النظام السوري في مناطق شمال حلب، في خاصة في المناطق التي تنتشر بها قوات سوريا الديمقراطية. هنالك معدات عسكرية وجنود من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري وصلت إلى هذه المناطق التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية. المحللون العسكريون هنا في المنطقة يقولون أن هذا التحرك يأتي لسبب تحضيرا لانسحاب قوات سوريا الديمقراطيه من المنطقه، او من اجل المشاركه في القتال الى جانب قوات سوريا الديمقراطيه في حال حصلت عمليه عسكريه تركيه بريه في مناطق شمال غرب سوريا. ايضا زاهر، القياده الوسطى
للجيش الأمريكي في منطقة شرقي الفرات أعلنت إيقاف عملياتها ضد تنظيم الدولة. يأتي هذا الأمر ربما زاهر في سياق التحضير أو من أجل أن لا يحصل صدام بين قوات سوريا، بين القوات التركية وقوات التحالف الدولي المتواجدة في المنطقة، خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها أوقفت عملياتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق الفرات. نعم، أذهب إلى مراد. يعني مراد، يبدو أن تركيا مصرة على إنشاء هذا الحزام الأمني الحدودي، على الرغم من أن أيضا هنالك حراك دبلوماسي إن صح التعبير محموم بين أنقرة وواشنطن وبين أنقرة وموسكو، وإن بمقاربات مختلفة أيضا. نعم، يعني فيما يتعلق بالحزام الأمني هو مطلب ليس متجدد خلال هذه الفترة بقدر ما هو مطلب تاريخي. نعلم تماما أنه منذ عشرات العقود والجانب التركي يطمح إلى تأمين هذا الشريط الحدود الممتد لمسافة 900 كيلومتر ما بين العراق، ما بين سوريا وما بين تركيا، وأن ذلك تجلى ربما باتفاقات أظن نهاية التسعينات القرن الماضي بالسماح للقوات التركية بالدفاع عن نفسها 5 كيلومترات، ثم بعد ذلك تجلى بعدة تفاهمات وصل إلى تفاهمات سوشي ما بين الجانب الروسي والجانب التركي، وذلك بالسماح للقوات التركية بتأمين الحدود ل 30 كيلومتر، وذلك بسحب تلك القوات الكردية، وأيضا هناك كان اتفاقيات مماثلة. هو هذه الإخلال بتلك الاتفاقيات كما تقول أنقرة هو من عاد العملية البرية إلى الواجهة، لأن الجانبين الأمريكي والجانب الروسي لم يفيا بالتزاماتهما، وبالتالي بقي الخطر الذي تعتبره تركيا بؤرة للإرهاب بالنسبة لأراضيها. نعلم تماما أن رفعت منبج عين العرب هذا المثلث الذي تسميه أنقرة كوريدور لوجستي يربط ما بين شمال العراق وما بين حزب العمال الكردستاني وما بين قوى سوريا الديمقراطية إلى البحر المتوسط. تريد أنقرة أن تتخلص من هذا الصداع إن صح التعبير. فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، ربما الجانب التركي ما زال حتى اللحظة لم يحصل على موافقات من جانب واشنطن ومن جانب موسكو بهذا الشأن. الجانب الأمريكي ما زال يحذر من عملية برية، رغم أن التصريحات التي تخرج من واشنطن بدت متناقضة. يتفهمون المخاوف التركية من جهة، لكنهم يعارضون ذلك بحجة أن هذه العملية ستضعف جهود قوى سوريا الديمقراطية التي تسميها واشنطن بأنهم شركاء محليين في محاربة تنظيم الدولة. الجانب الروسي لديه أيضا مقاربة مختلفة تماما تقوم على إعادة التطبيع في العلاقات ما بين دمشق وما بين أنقرة، وبالتالي يكون للقوات السورية النظام يكون لها الدور في تأمين هذا الشريط. لكن أنقرة ترفض تماما تلك الفكرة باعتبار أنها لا تريد أن يكون الجيش النظامي وجودا شكليا بقدر ما يجب أن يكون ذلك حماية حقيقية للحدود. وبالتالي فإن جميع هذه المرحلة التي تعيشها المنطقة تهديدات متواصلة بعملية برية، لكن ذلك لم يحدث لأن القرار السياسي ربما لم ينضج بعد. شكرا جزيلا لك مراد لبطوش مراسلنا من إسطنبول، وأشكر كذلك إبراهيم تريسي مراسلنا في إدلب.